نحن مجموعة من طلاب المنح من أوروبا وندرس في الجامعة، يقول إذا تخرجنا من الجامعة إن شاء الله فهل الأفضل أن نرجع إلى بلادنا ونشتغل بالدعوة إلى العقيدة أم أننا نواصل الدراسات العليا في هذا البلد؟ واصلوا الدراسة، واصلوا الدراسة، والبلد إذا ذهبتم إليه في عطلة ذهبتم إليه ادعوا إلى الله عز وجل في خلال ذهابكم إليه وقت العطلة أو ما أشبه ذلك. نعم.